الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لازلنا في الحديث عن بيان معاني وشرح صفة الكلام، وليحذر الإنسان أن يتكلم في الدين برأيه بغير علم، إن كان في العقائد أو في الأحكام أو في الحديث أو في التحليل أو التحريم، فالفتوى بغير علم مهلكة. الفتوى بغير علم توصل الإنسان أحياناً إلى النار، توصل الإنسان إلى الكفر، إلى الخروج من الإسلام. فإن نجا ولم يصل إلى الكفر لا يسلم من الكبيرة. الفتوى بغير علم كبيرة، وأحياناً قد تكون مخرجة من الدين والإسلام. فإن كانت الفتوى مما فيه تشبيه لله بخلقه، تكذيب للقرآن، تكذيب للإسلام، تكذيب للأنبياء، فهي كفر. فإن لم تكن من هذا القبيل، يعني إن لم تكن من نوع الكفر، فهي دائما من الكبائر، فهي دائما من الكبائر. وفي مسألة الكلام كثير من الناس
شرحوا بآرائهم وتكلموا بأهوائهم فضلوا وكفروا، كهؤلاء المشبهة قاسوا الخالق على المخلوق فشبهوا كلامه بكلام المخلوق فزاغوا وهلكوا وكفروا والعياذ بالله. نحن في الأمس شرحنا في صفة الكلام، وبقي عندنا فوائد نتممها في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، مما يتعلق بمسألة كلام الله عز وجل. ينبغي أن نستحضر دائماً كما قدمنا فيما سبق أن الله كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بحروف متعاقبة، وهو كلام واحد لا يتخلله انقطاع. بقي عندنا بعدما شرحنا في درس الأمس معنى الآية كن فيكون، وأن هذه الآية معناها تعبير عن سرعة الإيجاد، أي أن الله يوجد الأشياء بلا تعب ولا مشقة، يوجد ما لا يدخل تحت حصرنا من المخلوقين في لحظة خفيفة من غير أن يلحقه تعب. وقال بعض أهل السنة معناها أن الله بخطابه الأزلي يوجد الأشياء، وهذا شرحناه. لكن بقي عندنا شيء، وهو الآية الكريمة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كما أن من الناس من هلك وكفر بأن حمل معنى الآية الأولى على أن الله يتلفظ بكن كن كن، وهذا تشبيه لله بخلقه، وصار بهذا التفسير من الكافرين. أيضا في هذه الآية الثانية بعض الناس فسروها بآرائهم فكفروا. ماذا قالوا؟ قالوا إن الله في القيامة بعدما يميت الإنس والجن والملائكة ولا يبقى أحد من الأحياء إلا وقد مات، على زعمهم يقولون الله يسأل نفسه بنفسه. انتبهوا، هذا كذب، هذا غير صحيح، هذا التفسير الباطل الذي نحذر منه، وسنأتي إلى التفسير الصحيح للآية. ماذا قالوا بزعمهم؟ الله يسأل نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. يسأل على زعمهم فلا يجيبه أحد، ثم هو يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. هذا تحريف لمعنى الآية، ليس هذا معنى الآية. هذا معناه أن الله تعالى تخلل كلامه الأزلي انقطاع على زعمهم، سأل فلم يجب فأجاب نفسه، وبعضهم يقول فيجيب نفسه بنفسه. شو معناته؟ لما يسأل على زعمهم ثم يسكت، هذا انقطاع أم ليس انقطاعا؟ انقطاع. ثم يقول لله الواحد القهار، هذا تحول وتغير أم لا؟ سكوت كلام، كلام انقطاع فكلام، هذا معناته تغير، وهذا لا يجوز على الله. هذا في التشبيه والتجسيم الذي حذرنا منه. طيب شو معنى الآية؟ ما معنى هذه الآية لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اسمعوا يا إخواني ويا أحبابي في الله، قال علماء أهل السنة والجماعة وهم من المحققين في العقائد والعلوم وعلم الكلام، ومنهم شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، كما في كتابه الشرح القويم وفي غير كتاب وفي دروس مقرر ذلك، قرر وكرر وأعاد مرات. وقبل شيخنا يوجد من علماء أهل السنة من قال ذلك، يعني الصواب لحبين هل أنا. معنى هذه الآية أن الله عز وجل بعدما يميت العباد الإنس والجن يوم القيامة ثم يبعثهم، ملك من الملائكة بأمر من الله
هذا الملك يقوم يقف في موقف من مواقف القيامة، الملك ينادي، الملك ليس الله، الملك بأمر من الله ينادي فيقول لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه. من الذي يجيب؟ الملك نفسه، هو نفسه الملك يجيب، يقول لله الواحد القهار. فالملك يسأل والملك يجيب وليس الله، وبهذا التفسير زال الإشكال، بهذا التفسير لا محذور ولا محظور، بهذا التفسير لا تشبيه ولا تجسيم، بهذا التفسير لا نقع في تشبيه الله بخلقه. لماذا؟ من الذي يتكلم ثم يسكت؟ الملك، هو يتكلم ينادي ثم هو نفسه يسكت، ثم الملك يجيب يقول لله الواحد القهار. هذا معنى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما الذي يقول إن الله تعالى يسأل فلا يجيبه أحد ثم هو يجيب نفسه فيجيب نفسه بنفسه، هذا اسمه تغير وانقطاع في الكلام، انقطاع في الكلام. وكلام الله الذاتي الأزلي، انتبه معي لما سأقول الآن، هو هذا الكلام الواحد في الأزل والأبد، هو كلام واحد مستمر لا يتخلله انقطاع، لا يحدث ولا يطرأ عليه سكوت، وإلا لصار ككلامنا. واضح معنى الآية؟ إذن كلام الله كلام واحد، ليس متعددا، ليس متبعضا، وليس متجزئا. إذا واحد سألك، اسمعوا وانتبهوا، إذا واحد سألك قال لك يا شيخ أنت عم بتقول كلام الله واحد، ونحن نعرف أن أمور الدين فيها الحلال وفيها الحرام، القرآن فيه الحلال وبيان الحلال يعني وبيان الحرام، وفيه العقائد وفيه الحس على مكارم الأخلاق، ما هيك؟ وفيه أخبار الأمم السابقة والملوك الفانية، وفيه عن أخبار الجنة والنار نهي وأمر وحض وتحضيض، ها؟ وخبر واستخبار. إذا واحد قال لك كيف عم بتقول كلام الله واحد وموجود في القرآن كل هذه الأقسام، شو بتقول له؟ بتقول له كلام الله واحد هو هذا الكلام، أمر ونهي وحض وتحضيض وخبر واستخبار، وهذا الكلام الواحد الذي نزلت الكتب السماوية تعبر وتدل عليه، فجاءت الكتب دالة على هذا الكلام الواحد. يعني خليني أقرب الموضوع للتقريب وليس للتشبيه، وليس للتشبيه. هلا لو أنا اتفقت مع 10 منكم، قلت لكم للعشرة عندما أقول زيد، عندما أقول زيد أنت تقف وأنت تقعد وأنت تنام وأنت تخرج، وعبدي أو عاملي الغائب يعود، وأنت تعطي فلان كذا من المال، وأنت تطلق الأسير، وأنت تنظف المسجد، وأنت تجلب الماء، وأنت تضرب هذا الظالم، وأنت تأمر بالصلاة، وأنت تؤذن، وأنت تقرأ القرآن، وأنت تصوم،
جيت أنا قلت لكم لهول كلهم اللي حطيتهم قلت لهم تعملوا كذا 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 10 و20 و100 أمر ونهي، قلت زيد أليس هؤلاء كلهم سيفهمون من هذه الكلمة الواحدة بما أمرتهم به وما نهيتهم عنه وما حضضتهم عليه؟ والقرآن اللفظ المنزل باللغة العربية والتوراة باللغة العبرية والإنجيل باللغة السريانية كل ذلك عبارات دليل يدل على الكلام الواحد الذاتي الأزلي. كيف أنتوا 50 واحد فهمتوا مني كل واحد وظيفته وعمله وشغلته بكلمة واحدة زيد؟ وضح المعنى؟ اللفظ المنزل يدل على ذلك الكلام الذاتي الأزلي، اللفظ المنزل. وهذا اللفظ المنزل ليس هو عين الكلام الذاتي الأزلي، فهمناها؟ ثم إذا قيل لكم كيف تقولون لا يتخلله انقطاع ولا سكوت وقد ورد في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان؟ هذا ورد في الحديث. فالجواب سكت في لغة العرب تأتي بمعنى السكوت بعد كلام، وهذا في حق المخلوق، وتأتي بمعنى عدم بيان الأمر وعدم بيان حكم كذا وكذا من الأمور. فبيكون معنى الحديث وسكت عن أشياء معناه لم ينزل، لم يبين أنها محرمة، ما أنزل حكمها، ما أنزل حكمها. وليس معنى وسكت أي أنه انقطع عن الكلام أو السكوت الذي في مقابل الكلام، حاشا، ليس هذا معنى وسكت. طيب شو معنيت وسكت عن أشياء لم ينزل حكمها؟ لم ينزل حكمها. فهذا الحديث لا يعطي أن الله يسكت بعد أن يكون متكلما. شفتوا ما أحلى العلم؟ أما اللي بده يفسر على هواه ويحكي برأيه يصل إلى التشبيه والتجسيم، يعتقد يظن أن الله يتكلم كما نتكلم فيسكت ثم يتكلم بعد سكوت، هذا حدوث اسمه تغير. واحفظوا هالعبارة يا إخواني، قال العلماء التغير أكبر علامات الحدوث. لما واحد بيكون ساكت ثم يتكلم ثم يسكت، هذا تغير أو منه تغير؟ هذا التغير إن كان في الكلام والسكوت أو في بقية الأعمال والصفات هو أكبر علامات الحدوث. التغير أكبر علامات الحدوث، هذه واحدة. اثنين، المتغير يحتاج إلى من يغيره، والاحتياجية تنافي الألوهية، والاحتياجية تنافي الألوهية. هلأ بيجي بعض الناس بيقول لك يا شيخ بس هذا التفسير وهذا التفسير وهذا التفسير وهذا التفسير كلهم بيقولوا الله هو يجيب نفسه بنفسه، شو بتقول له؟ العلم يؤخذ بالتلقي، من أهل العلم الثقات العدول، مش من الكتب ولا من المشبهة المجسمة ولا حتى من المسلم الفاسق. إذا كان مسلم فاسق لا يؤخذ منه العلم، فهل يؤخذ من المجسم الكافر؟ هل يؤخذ من المشبه الكافر؟ لا. إذن في طريقة لتلقي العلم بالتلقي عن الثقات العدول ليس من الكتب. ماذا قال الإمام الفقيه المحدث الأستاذ المؤرخ الخبير بالفرق والعقائد والجماعات عبد القاهر ابن طاهر أبو منصور التميمي البغدادي؟ اسمعوا ماذا قال: إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء، إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء.
ليس من الكتب والدفاتر كيفما اتفق، لا. ليس من المشبهة والمجسمة، لا. إذا كان المسلم الفاسق لا يؤخذ منه العلم، لأنه منه ثقة عدل، فكيف بالكافر؟ كيف بالمشبه؟ كيف بالمجسم؟ فلو وجدتم في 10 تفاسير هذه الكلمة أن الله هو يجيب نفسه بنفسه، يسأل يتكلم فيسكت ولا أحد يجيبه ثم يجيب نفسه بنفسه، لا عبرة بهذه التفاسير التي فيها هذا التشبيه. بتقول لي بس هول المفسرين مشاهير ومعروفين عند علماء أهل السنة، بقول لك أين النسخة التي هي بخطوطهم؟ وين النسخة الخطية التي هي بخط هذا المفسر؟ وين؟ أنت سمعت منه مباشرة؟ يعني أنت سمعت من ابن الجوزي مباشرة، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، سمعته هون على منبر البسطة عم بيحكي هالحكي بينك وبينه كذا 100 سنة؟ طيب سمعت من السيوطي؟ سمعت من الرازي؟ سمعت من البغوي؟ لا. سمعت من أبو السعود الحنفي؟ لا. إذا ما بتحكم عليهم إذا شفت كلام فاسد في مؤلفات تنسب إليهم، لا تجزم ولا تلصق ذلك بهم. بعض المغفلين ما بيعجبهم نقول نسخة محرفة، مدسوس، مزور، نسخة غير معتمدة، ما بيعجبهم. شو بيقول؟ يي كل شيء انتو ما بيوافق كلامكم بتقولوا عنه مدسوس. لا، بنقول كل شيء في كفر موجود في كتب العلماء نقول دس على هذا العالم. ليش؟ لماذا؟ لأننا نحسن به الظن. أنت إذا بدك تقول هو قاله، يعني بتكون أنت عم بتكفر لهذا العالم. فمين اللي بيكون عم بيدافع عن العلماء، نحن أم هم؟ نحن ندافع عن العلماء. أنت تلصق بهم الكفر ونحن ننفيه عنهم، فمين اللي بيكون عم بيدافع عن العلماء؟ نحن. أنت تلصق بهم التشبيه والتجسيم والكفر والضلال وخرق الإجماع ونحن ننفيه عنهم. بعدين التحريف في النسخ الخطية في الماضي كان سهل واليوم أسهل، حتى في المخطوطات، حتى في المخطوطات. كيف؟ في الماضي كان العالم من العلماء إذا هو كتب بإيده يكتب نسخة لنفسه. كان في أشخاص وظيفتهم النسخ، يقال له الوراق، يقال له الوراق، يعني يستنسخ مصاحف أو كتب بالأجرة. بالأجرة، في منهم كان ياخذوا أجرة على الكتاب، بيعطوه لواحد بيكتب فيستنسخ لهم، بيجي فلان بده من نفس النسخة يستنسخ له، ما كان في مطابع. فإذا أراد المشبهة أو القدرية أو فئات الضلال أن يدسوا في كتب علماء أهل السنة، أحياناً في بعض الحالات يأتون إلى هذا الوراق الغير أمين، يقولون له هنا في النسخة التي معك يوجد سقط، العبارة الساقطة في النسخة التي معك كذا وكذا، فيعطونه شيئاً فيكتبه في النسخة الخطية وهو ما كان ينبغي له أن يأخذ منهم. الذي نسخ وكتب صاحب المخطوط هو الذي يغير، ليس أنت. إذا كان أنت المؤلف ما بيجي أنا بغير لك بنسختك، أنت الذي كتبت أنت تغير، مش أنا بيجي بغير لك. اليوم لما بتبعت كتاب على المطبعة أنت، ما بيجي صاحب المطبعة أو العمال يقولوا يي بس 50 ورقة، تعالوا نكبر له الكتاب، بيقوموا بيلقطوا من النت ومن الكتب 20-30 بيعملوا الكتاب 50 بيصير 90. هل هذا بيكون كله صار للمؤلف الأصل؟ لا. وهكذا التزوير وتعمد التحريف، كان في حروب على أهل السنة. طيب هذا احتمال،
احتمال آخر السقط بغير قصد، الخطأ بغير تعمد، مش هذا وارد؟ بلى. اليوم نحن الآن في دور الطباعة السهل، نعمل كتاب، بعطي الكتاب لأربعة وخمسة وستة وسبعة يراجعوه، ببعتوا على المطبعة، بيجي من الطبع بتطلع فيه، أعوذ بالله كيف هذا؟ رحت حكيت أنا مع واحد، شو قال لي؟ قال لي البرنامج اللي أنتوا عطيتونا الكتاب عليه غير البرنامج اللي عندنا نحن بالمطبعة، فعندما أدخل على الماكينات الآلات على الكمبيوتر برنامج على برنامج آخر بتطير كلمات أو تتداخل، حتى في الآيات يحصل هذا، حتى في الآيات يحصل هذا. طيب شوفوا اليوم، مرة أنا أعطيت كتاب ل13 شخص ممن لهم خبرة يراجعونه قبل الطبع، 13 شخص للمراجعة قبل الطبع، تجي بتطلع في بعض الطبع في أشياء بتقول كيف دخلت هذه العبارة؟ وين العبارة اللي كانت هون؟ كيف تغير هالسطر صار بمحل تاني؟ أول السطر كان هالعبارة، كيف صارت بالسطر التاني بالنص؟ قال عزعم بطير، هذا احتمال، واحتمال شو قلنا؟ الخطأ بغير قصد، يعني في عدة احتمالات، واحتمال خطأ مطبعي وهذا موجود. طيب كيف أنت بتتجرأ تجي تقول والعياذ بالله الرازي أو النسفي قال هذه الكفرية؟ لا، نحن لا نلصق بهم. إذا أنت قلت احتمال خطأ، احتمال دس، احتمال تحريف، احتمال 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 لتبرئ هؤلاء العلماء، أليس هذا أهون لذمتك ليوم القيامة؟ أما أنك تجي تشهد عليه بالكفر لهالمؤلف أو لهالعالم أو لهالمفسر، أليس يكون شيئا خطيرا عظيما كبيرا؟ كيف بدي أشهد عليه بالكفر أنا وهو معروف من علماء أهل السنة؟ فهمتم كيف يدخل أحيانا التحريف؟ فلو إجا واحد قالكن يي هذه العبارة اللي أنتم عم بتحذروا منها موجودة ب20 تفسير، ولو كانت ب200 تفسير كمان، عقيدتنا لا تتغير. شو هي عقيدتنا؟ الله لا شبيه له، الله لا يتغير، الله منزه عن التشبيه والتجسيم. لو واحد جاب لنا مش 200 كتاب، 200 تريلا يثبت التشبيه والتجسيم، بناخذ بكلامه؟ اذا مش العبره بكثره الكتب، ايه واحده تكفينا، ليس كمثله شيء، مليون تريلا كتب تثبت التشبيه والتجسيم كالعدم، مليون تريلا مش مليون كتاب، كالعدم. فما تنهزوا لما يجي واحد جاهل عم بيقول له ها تعا هاي الكتاب، قد يقال مرحبا كتاب، شو يعني هاي الكتاب؟ قواعدنا لا تنهدم بأنك تجيب كتاب تفرجينا إياه. قواعد أهل السنة أرسخ من الجبال، قواعد أهل السنة، عقيدة أهل السنة ما بتتزلزل لا بكتاب ولا بعشرة ولا بمليار كتاب، راسخة. قرآن ليس كمثله شيء. بعد هذا هل نغير لأجل فلان وعلان؟ لا. وبالعامية بيقولوا ولا سيسبان ولا أمر الزمان، عقيدتنا ثابتة، لا تنهز ولا تهتز ولا تتزلزل بمجرد أن واحد يجيب لك كتاب، لا تفزع ولا تخاف، خليك ثابت قوي في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا شو معنات لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من الذي يسأل؟ الملك. من الذي يجيب؟ الملك، بأمر من الله، وليس الله يسأل فيسكت ولا أحد يجيبه فيجيب نفسه بنفسه. حاشا لله، تنزه الله عن أن يكون متغيرا، تنزه الله عن التشبيه والتجسيم. وبقي عندنا في مسألة شرح صفة الكلام أن القرآن اللفظ المنزل يطلق عليه كلام الله، صرنا يومين عم نشرح بالمسألة وعم نقول اللفظ المنزل ليس هو عين الكلام الذاتي.
طيب شو معنيت لما بنقول عن اللفظ المنزل كلام الله؟ لأنه ليس من تأليف بشر ولا ملك ولا جن، لأنه دليل يدل على الكلام الذاتي، عبارة عن كلام الله الذاتي، فيقال عنه كلام الله. واضح؟ ومش معنى كلام الله يعني هذا اللفظ المنزل هو الكلام الذاتي الأزلي، لا. فهمنا؟ هذا يجوز أن يقال عن اللفظ المنزل كلام الله. وانتبه معي، لكن لا يجوز أن يبتدئ الإنسان كلامه فيطلق ويقول القرآن مخلوق هكذا ابتداء إطلاقا، لا يجوز. سبحان الله. ليش؟ لماذا لا يجوز؟ اسمعوا ماذا قال العلماء. عندنا شغلتين: لا يجوز لأنه إساءة أدب مع القرآن، لا يجوز لأن هذا اللفظ يخشى منه أن يتوهم الجاهل أن هذا اللفظ والصفة الذاتية مخلوق. اللفظ المنزل مخلوق في مقام التعليم بتبين، لكن إذا قيل القرآن مخلوق عند الإطلاق ألا يخشى من الجهال أن يظنوا أو يتوهموا أن الكلام الذاتي مخلوق؟ وهنا هلاك. من ظن أن الكلام الذاتي مخلوق صار كافراً بالله العظيم. إذن ابتداءً إطلاقاً لا يجوز أن تقول القرآن مخلوق. ماشيين معي؟ طيب، في مقام التعليم يجوز. شو يعني في مقام التعليم؟ شو يعني في مقام التعليم؟ يعني أنت عم بتبين في حكم شرعي فتقول اللفظ المنزل المكتوب بين دفتي المصحف، ها، باللغة العربية، المقروء بالألسن، المحفوظ بالصدور، الذي أخذه جبريل من اللوح المحفوظ وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قرأه على الصحابة، والصحابة كتبوه. معناته عن شو عم تحكي؟ عن اللفظ المنزل المقروء بالألسن المكتوب في المصاحف، وهذه كلياتها صفات مخلوقة أم لا مخلوقة؟ في مقام التعليم يجوز أن تبين، أما هكذا تبتدئ فتطلق وتقول القرآن مخلوق حرام. شو بتقول؟ القرآن بمعنى اللفظ المنزل مخلوق في مقام التعليم، هون ما في ضرر. أما الذي يقول القرآن مخلوق عند الإطلاق هكذا ابتداء عليه معصية. متى يكفر؟ إن فهم من كلمة القرآن الكلام الذاتي وقال عنه مخلوق. واضح الكلام؟ إن فهم عنا أراد بالقرآن الكلام الذاتي وقال عنه مخلوق، كأنه عم بيقول الله مخلوق، لأنه حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. لهون ماشيين معي؟ واضح الكلام؟ بيبقى بهالمسألة نفسها عندنا جزء تاني. شو هو؟ يقال عن الكلام الذاتي الأزلي قرآن أو كلام الله على معنى أنه كلام الله على معنى الصفة، وليس على معنى اللفظ المنزل المقروء والمكتوب والمسموع والمحفوظ في الصدور والمجموع بين دفتي المصحف. كلام الله الذاتي الأزلي يقال عنه قرآن على معنى الكلام، الكلام الذاتي. إذن هذا ما فيه بأس، إنما الخوف والضرر والهلاك على من يقول القرآن مخلوق ويعني به الكلام الذاتي، هون الكفر. هلأ بالنسبة لموضوع المعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الله تعالى ليس له صفة الكلام، اسمعوا ركزوا معي. العلماء بيقولوا من أنكر الصفات أو صفة من الثلاث عشرة فهو كافر. الذي ينكر الصفات الثلاث عشرة أو واحدة منها شو بيكون؟ كافر. هول المعتزلة القدرية اللي بيقولوا
الله ليس متصفا بصفة الكلام، وإذا قيل متكلم شو بيعنوا هن؟ أنه يخلق الكلام في غيره، في الشجرة عرفته أو فيما شابه، أما هو ليس متصفا بصفة الكلام. هذا ماذا قال عنه علماء أهل السنة؟ اسمعوا، قالوا الذي ينكر، يعني أذكر لكم عالم نقل الإجماع في هذه القضية، وهذا يغنينا عن أنه نذكر 100 كتاب و100 عالم. الحافظ ابن بطال، ابن بطال في شرحه على البخاري يقول: أجمعت الأمة على اتصاف الله بالعلم، ومن أنكر صفة العلم فقال عالم لا بعلم. هذا تناقض، كيف عالم لا بعلم؟ عرفته؟ قال يكفر بإجماع الأمة، وإذا كان كذلك في صفة العلم فينبغي أن يكون كذلك في كل صفات الله، يعني 13. يعني اللي بيقول الله ليس متكلما على معنى ليس له الصفة، يعني أنه ليس متصفا بصفة الكلام، لما بتجي أنت بتناقشهم شو بيقول لك؟ لا هو متكلم، ماذا يريدون؟ يخلق الكلام في موسى، يخلق الكلام في الشجرة، يعني الذي سمعه الناس من موسى أنه عزعم، بس هذا هو معنى الكلام، يعني ليس لله صفة ذاتية يقال لها الكلام على زعمهم، أو النبي يكون سمعه من شجرة وليس سمع كلام الله الذاتي، على زعم ساعتها يكون من سمع الكلام من الشجرة يكون أفضل من سمعه من النبي، لأنه على زعم إذا قالوا الله متكلم على معنى خالق الكلام في الشجرة فيكون من سمعه من الشجرة أفضل حالاً من سمعه من النبي، لأن النبي لم يسمعه من الله تعالى إنما سمعه من مخلوق، ومين أفضل، الشجرة أم النبي؟ النبي. فإذا يقولون هو خلق كلاماً في موسى، خلق كلاماً في الشجرة، هذا لا يوافق عليه عاقل، هو متصف بصفة الكلام، كلامه ذاتي كما شرحنا، والذي ينكر أن يكون الله متكلماً أزلاً ينكر أن يكون متصفاً بصفة الكلام، من نقل الإجماع على كفره؟ هل ذكرني؟ بعدنا ما خلصنا كلامنا. الحافظ ابن بطال في شرحه على البخاري، عنده شرح على البخاري فيه يقول هذا الكلام، وكذلك منذ 1000 سنة نقل الإجماع على كفر هؤلاء الفقيه الحنفي أبو سالم الشكور، أبو سالم الشكور الحنفي في كتابه التمهيد، في كتابه التمهيد، هذا كتاب في العقائد، هذا كان من 1000 سنة، أيمتين مات؟ ب460 للهجرة، 460 مات في هذا الكتاب التمهيد، ينقل الكفر، ينقل الإجماع على كفرهم. فإذا هؤلاء المعتزلة الذين ينكرون الصفات 13 ويقولون ليس لله صفة كلام أو قدرة أو إرادة أو علم، هؤلاء كفار بالإجماع. لو طلع بعض يعني جهلاء في الماضي أو اليوم أو صغار أو من لا يفهمون القواعد بيقول لك لا هذا في كفره خلاف والمعتمد عدم تكفيره، لك يا جاهل عم بيقول الله ليس متصفا بالإرادة، ليس متصفا بالقدرة، ليس متصفا بالعلم، ليس متصفا بالكلام، كيف يقال في كفره خلاف والمعتمد عدم تكفيره؟ شو هالحكي هذا؟ يعني على زعمك من قال الله عاجز، الله جاهل، الله أصم، الله أبكم، هذا في كفره خلاف والصواب عدم تكفيره؟ إذا كان هيك أنت كافر معه بالإجماع، يكون هذا المتحزلق
المدافع عنه صار هو أيضا، إذا فهم هذه المعاني اللي عم نقولها، صار هو كافر معه بالإجماع. لما يقول الله لا يتصف بالقدرة يعني عاجز، لا يتصف بالعلم يعني جاهل، لا يتصف بالكلام يعني أبكم، أخرس يعني أخرس، عرفتوا؟ فهل هذا يشك في كفره؟ هل هذا يتوقف في كفره؟ هل هذا يقال في كفره خلاف؟ أعوذ بالله من مسخ القلوب، أعوذ بالله من مسخ القلوب. فإذا يجب الاعتقاد بأن الله متصف بهذه الصفات الثلاث عشرة، وهي صفات أزلية أبدية. من أنكر واحدة منها، جحد واحدة منها، أو شك في واحدة منها هل الله متصف بها أم لا، كافر بالإجماع، كافر بالإجماع. إذن يجب الاعتقاد بأن الله تعالى كلامه ليس ككلام المخلوقين بالمرة، ولأجل هذه القضية ذبح. شو يعني ذبح؟ ذبح حقيقي. وحز رأسه، فصل عن جسده. مين؟ الإمام، الفقيه، الحافظ، المجتهد، الولي، الصالح، المتبحر في معرفة اختلاف مذاهب الفقهاء، أحمد بن نصر الخزاعي، كرمال هيدي القضية. شو طلب منه الحاكم، الرئيس، الملك، الخليفة؟ قال له قل القرآن مخلوق. ما قبل، مع أنه شو شرحنا من شوي، لو قال القرآن مخلوق وأراد اللفظ المنزل هذا لا يكفر، أما إذا قال القرآن مخلوق وأراد الكلام الذاتي يكفر. يعني كان بيقدر يقولها على المعنى الغير كفري. شوفوا، ليسلم حاله من الذبح والقتل، مع ذلك ما رضي. ليه؟ خاف على دين الناس، خشي على دين الناس أن يعتقدوا أن الكلام الذاتي مخلوق. عرفتوا ليش ما قالها؟ عرفتوا لماذا لم يرضى؟ مهدد بالذبح بالقتل، لأجل أنه خاف على الناس أن يظنوا أو يفهموا أنه أراد بالقرآن الكلام الذاتي. ما قبل يقولها. تعذيب ما قبل، ضرب ما قبل، حبس ما قبل. شو عملوا فيه؟ وضعوه في السجن، ثم أمر الخليفة، الخليفة أمر بذبحه. نعوذ بالله من مسخ القلوب. أمر بذبحه فذبح وحز رأسه، وكان في بغداد. أخذوا رأسه إلى مكان ووضعوا حارسا على الرأس الذي نصب على رمح، جابوا رمح ووضعوا غرزوا الرأس في الرمح، ثم نصبوه في مكان مشان يرعبوا أهل السنة، مشان يرعبوا علماء أهل السنة. لكن شوفوا علماء أهل السنة يقدمون أرواحهم حفاظا على دين الله، يقدمون أعناقهم حفاظا على دين الله. وهيك الشيخ نزار الحلبي قتل لأجل الدين، ما قبل يبيع دينه، مال، ليرات، مناصب، زعامة، تاخذ اللي بدك إياه أنت وجماعتك، بس غير لي هالمنهج. شو قلت لكم امبارح؟ مد لهم رجله، فمعناته قتل لأجل الدين. لما ما قبل يغير منهجه وما قبل يسكت عن الباطل، وعرضت عليه الأموال والمناصب والمساجد والمؤسسات الدينية ومناصب عالية جدا 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 جدا، لكنه صدق مع الله، صدق مع الله وصدق مع نفسه، فلم يغير عقيدته ولم يبع دينه بمناصب زائلة، بأموال فانية، بدنيا راحلة. ثبت فنال الشهادة، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، هكذا قال الرسول.
يكفيه ما ظهر له بعد قتله، وعندما وقع دمه على الأرض كلكم أظن عرفتم وبلغكم الذي حصل، حتى غير المسلمين، حتى غير المسلمين، وهذا مصور بالفيديو في المستشفى وفي التعازي، ها كلكم عرف ما الذي أكرمه الله به، وكيف أن الطيب بمختلف الألوان والروائح يخرج من دمه رحمه الله رحمة واسعة، في الطريق وفي السيارة وفي المستشفى، حتى إن بعض الأطباء صار يبكي وقال، هو هذا الطبيب قال بالعامية، قال أنا قبل هلا ما كنت بآمن بشي. انظروا، هذا الإمام أحمد بن نصر الخزاعي لماذا قدم عنقه ورأسه وروحه حفاظاً على دين الله؟ مشان ما تتزلزل عقيدة أهل السنة، مشان ما تتزلزل عقيدة المسلمين. طيب اسمعوا شو اللي صار، غرزوا رأسه المقطوع في رمح ونصبوه في مكان ليرعب الناس، ثم صرفوا وجهه عن القبلة إلى عكس القبلة، وهم عند الرأس والرأس مقطوع على الرمح، استدار الوجه إلى القبلة، الرأس المقطوع على الرمح استدار إلى القبلة، وجعل يقرأ ياسين من بدايتها حتى ختمها، حتى ختمها، وكلما صرفوا الوجه عن القبلة رجع إلى القبلة، رأس مقطوع. رأس سيدنا يحيى لما قطع وأدخل على الملك الكافر، ماذا قال الرأس للملك؟ هي حرام عليك. انظروا، هذا يشبه هذا، هذه معجزة وهذه كرامة. ليحيى معجزة، قطع رأسه الشريف وأدخل في طبق على الملك، الرأس المقطوع تكلم مع الملك، كان أراد الخبيث أن يتزوج من ربيبته أو من بنت أخيه، يعني بنت زوجته وهو دخل بأمها، أو بنت خيه، مش حرام عليه يتزوجها؟ سيدنا يحيى قال حرام عليك، ما فزع منه؟ بعدما ذبحه وأدخل رأس يحيى على الملك، هذا الرأس الشريف المقطوع تكلم، يعني حتى بعد ذبحه وقتله شو رجع قال له؟ هي حرام عليك. الله أكبر، هذه معجزة. وبعض الشهداء فيما مضى في المعارك الماضية بين المسلمين والأعاجم المشركين الكفار في البحار، قتل عدد كبير من المسلمين، ومنهم من صارت تقطع رؤوسهم وتقع في البحر، التحمت السفن ببعضها، فأحد قادات الكفار قال عند الشاطئ، قال يقولون أحياء عند ربهم يرزقون، فخرج رأس شهيد من الماء فوق الماء، نظر إلى هذا القائد الكافر قال بلى أحياء عند ربهم يرزقون. هذا تصديق من الله للإسلام، هذا تصديق للإسلام. شوفوا هذا الرجل العظيم أحمد ابن نصر الخزاعي، وهذه الحادثة حصلت في العراق، قطع رأسه فصار يقرأ ياسين، رأس مقطوع حتى ختمها بالقراءة الصحيحة، بالقراءة الصحيحة قرأها. هذا من كرامات أولياء أهل السنة والجماعة، من كرامات. شوفوا بركة الدفاع عن العقيدة، الله أظهر له هذه الكرامة تثبيتاً لصحة عقيدة أهل السنة، وكمان حتى لما حدا يخاف كمان أنه هذا قتل ظلماً، لكن انظروا ماذا نال من الكرامات، فاثبتوا على مذهب أهل السنة ولا تخافوا. هذا تأييد يعطي هذا المعنى، مش الموت موتة واحدة، هي لحظة، فرموك، شويوك، أليوك، طبخوك، صلقوك، هي بلحظة بتطلع الروح، ماذا يؤثر على الروح والعقيدة؟
هل يؤثر على الروح والعقيدة؟ إذن انظروا هؤلاء الأبطال كيف ثبتوا على الإسلام، نالوا الشهادة، والحمد لله رب العالمين.